السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بنتي نادية. كدير عمي قريبا لاباس؟ لاباس الله يبارك فيك بنتي. قلت الله راك وراك ومشيت وايد. الله يطول عمرك بنتي، لا أحزنك الله بنتي. إلا كان في ود الناس. إيه. إن شاء الله. يا ربي يا كريم. وبتاعنا يا عمي قريبا يتحيد عليا الموانئ. يا ربي يا نادية بنتي، نتعرف عليك أولا بنتي نادية، أنت من أسفي؟ قليلة ولا من البادية ديال أسفي؟ البادية. أشنا سنتك زولة جماعة تسحين ثلاث بوكدرة، هنا منطقة. هنا منطقة في أسفي. لا ويت ما ويت. بلا ما نقولها واخا، شحال العمر ديالك تقريبا بنتي؟ شحال العمر ديالك؟ يعني 76. زيد 76 أييه. إن شاء الله يا ربي يا كريم. وهاد السيد اللي بغيتي واش من المنطقة ديالكم في أسفي ولا في الدار البيضاء ولا حتى عندنا بعض الناس واحد السيد من الدار البيضاء، واحد اخر من بن قرير، اخر من بني ملال. ويعني بغيت لك شي واحد في الدار البيضاء ولا؟ واخا بنتي بإذن الله انا غنسجل الرقم ديالك وان شاء الله نتواصل معك فيما بعد. وكان انا حتى غير كنوازن هاد واخا البرنامج ديالنا ماشي هو ديال المساهمة في الزواج، وإنما غير كنحاول ناخذوا هذه المبادرة وكنحاول نتصل بهذا ونتصل بهذا ونسمع من هذا ونسمع من هذا، ولقيت الأمور مقادة كنلاقيهم والله يوفق الجميع. الله يسعدك شي عمي كرم في نزاع حسناتك. واخا بنتي أنا خديت الرقم ديالك هو خديته عندي إن شاء الله. أنا إن شاء الله تعالى غنتواصل معك فيما بعد وغنشوف الإنسان اللي دابا الان واحد عندي واحد جوج الناس من الدار البيضاء خديت الارقام ديالهم، شباب بغاو يتزوجوا، واحد سيدي عمره ما تزوج، واحد سبق لي كان مطلق ومضرب مع الزمان، والناس كيتعاونوا كنتعاونوا ندفعوا هذا القدام وهذا القدام خاص غير اللي زعم وسالا تزوج هرب للطاعه وكيكون اسره وكيستقر وبارك الله في من لقى هذا في هذا جدر يوسف الحلال. بارك الله فيك بنتي ناديه، الله يكمل لك الرجاء والله يسعدك، ولو ان التدبير البشري كيبقى ناقص وناقص جدا. وهذه وصيه للبنات ديالنا اللي كيشعروا بانهم عندهم موانع وبغاو القبول، راه سهله جدا، راه اي فتاه تبغى تتزوج وكان عندها المانع، بماذا نزيل المانع؟ بملازمه الاستغفار. راه ما كاينش شي طريقه افضل من ملازمه الاستغفار، كتحيد الموانع اللي عنده العكس واللي عنده دائما الطريق مسدوده، لا حل له سوى ملازمة الاستغفار. كيبقى يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كتبقى هكذا كتقولها وكتعمر بها وقتك، ربي عز وجل يزيل عنك جميع الموانع. فيما حطيت يدك تربح، وفيما مشيتي كتلقى الباب مفتوح، وربي كيسهل عليك، ولكن في صعوبه راه غير مؤقتا وسرعان ما تزول. حفظك الله بنتي ناديه، الله يكمل لك الرجاء، الله يسألك القبول، وان شاء الله بعد البرنامج غنتواصل معك وغنشوف الشخص اللي يناسبك، والا فمجرد انك تلازم الاستغفار راه ربي عز وجل سوف يهيئ لك من امرك رشدا، وسوف يلاقيك بود الناس، وغادي يجيبوا لك الله تعالى، غادي يجيبوا حتى للدار عندك مشرورا، حتى للدار عندك بقدرة الله وإرادة الله وعزة الله. حفظك الله ورعاك نادية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.